فضلت الشيخ، يعني إحنا زي ما حضرتك سمعتني إنه كلنا بنحب الناس تمدحنا وبتشكرنا أو تقول الله ده عنده صفات حلوة كتير، ما بالك إنه ربنا بقى يمدح فينا أو يقول الله ويمدح فينا. طيب من هو العبد الأواب اللي ربنا مدحه في القرآن الكريم؟ تمام، في البداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في البداية الإنسان دائم الصراع مع الشيطان، هذا العدو الخفي دائما ما يضع العراقيل أمام الإنسان حتى لا يرجع بالتوبة إلى الله عز وجل. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كله لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم أحد، كل بني آدم خطاء، ودي مش مشكلة، مش دي القضية. أما القضية في إيه؟ وخير الخطائين التوابون، اللي هم بيرجعوا لربنا، الأوابين. علشان كده ربنا بيحب الناس دول. يبقى القضية مش إنك تغلط، القضية إنك ما ترجعش لربنا، إنك ما تتوبش لربنا عز وجل من الغلط اللي أنت عملته. علشان كده ربنا عز وجل بيحب التوابين، الأوابين، فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل جعل الله عز وجل هذه الصفة في بعض الأنبياء، وربنا مدحهم بهذه الصفة، فمدح سيدنا داود وسيدنا سليمان في سورة صاد بقوله تعالى نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل، كثير التوبة لربنا عز وجل. علشان كده النهاردة عاوز أقول لحضرتك في صفات إنك لما تعملها تكون من الناس الأوابين، الناس اللي هم ربنا عز وجل بيحبهم. إيه هم علشان تكون من الأوابين؟ تعال كده سريعا خمس صفات، خمس حاجات لو أنا عملتهم إن شاء الله أكون من الأوابين. الحاجة الأولى أن هذا الإنسان كلما أذنب ذنبا كان صغيرا أو كبيرا، كلما أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا لا ييأس أبدا، ما يقولش يا أنا لو ترجعت لربنا حتى كمان مش هيقبل توبتي، لا أبدا، لا تيأس، وعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى قل يا عبادية، يا قل يا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم، ربنا نسب العصاة من أمثالنا إليه سبحانه وتعالى، ما قالش قل يا مجرمين، قل يا عصاة الذين أسرفوا على أنفسهم، بل قال قل يا عبادية، فنسب سبحانه وتعالى العصاة من أمثالنا إليه، فقال قل يا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وما قالش كمان خلي بال حضرتك اللي هم عملوا الذنب المعين ويفضحنا، لا، بل قال الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فجعل التوبة والاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى كأنها دعوة من الله، دعوة حاجة خير، الدعوة خلاف النداء، الدعوة دي بتكون فيها خير، دعوة من ربنا، تحس كده أن الآية دي بتلملم الجراح، صح ولا لا؟ ولهذا النبي والدعوة دايما لا تكون مقبولة أو مرفوضة، لا إن شاء الله دي مقبولة من الله، لأن ربنا هو اللي بيطلب. فالإنسان أيوة لما ربنا يدعوه أنه يستغفر، نعم يستغفر طبعا ويرجع. لذلك حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي النبي عن رب العزة فيقول أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الحق تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الحق تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم بأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الحق تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. يبقى ربنا عاوزك تبقى ترجع له، عاوزك تستغفر وتتوب. لذلك كل بني آدم خطاء، ودي مش مشكلة، ولكن القضية وخير الخطائين التوابون، ده رقم واحد. رقم اتنين، إذا أذنب العبد في الخلوة يعني في السر، فليتوب، يعني محدش عرف حاجة، محدش عرف حاجة، فليرجع إلى الله عز وجل في السر ولا يعلم بذلك أحد، ده اسمه إنسان أواب. ودي سيدنا مجاهد رحمه الله لما قالوا له من الأواب، قال لهم الذي يذنب في السر ثم يعود إلى الله في السر ولا يعلن بها أحد. اثنين، ثلاثة، إذا قام أحدكم من مجلس، حبيت تقوم قاعد مع شوية من أصحابك وحبيت تقوم من القعدة اللي أنت قاعد فيها،
فلترجع إلى الله عز وجل ولتستغفر ولتتب إلى الله عز وجل. وبهذا قال سيدنا سفيان الثوري رحمه الله ليه؟ عاوزك تكون أواب، أنت قاعد مع زمايلك وانتوا قايمين من القعدة، ارجع لربنا واستغفر وتوب لربنا. ممكن حتى تكون القعدة دي فيها كلام مثلا، هنقول اهو هنقول ليه، حتى تكون من الأوابين. هذه الصفة التي امتدح الله عز وجل بها بعض أنبيائه، وبشر سبحانه وتعالى من فيه هذه الصفة بالجنة، فقال وأزلفت الجنة للمتقين للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أنا عايز أسأل حضرتك عليه الصلاة والسلام يمكن كلامنا يعني الاستفسار برضو، ممكن لما حد يسمعنا يقول أواب على وزن فعال، نعم، يعني صيغة مبالغة. الله يفتح عليك. يعني أنا أقدر أفهم برضو فضيلة الشيخ وأنا توضح لي الفكرة، هو الشخص ده يعني كثير العودة إلى الله، الله يفتح عليك، فممكن يكون هو أكثر واحد أخطأ أو أذنب. لا 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 لا، إحنا قلنا في الحديث أذنب عبد ذنبا مرة اثنين ثلاثة أربعة، لما كثرت الرجوع إلى الله عز وجل الله يحب ذلك، فسمى سبحانه وتعالى نفسه بالتواب بصيغة المبالغة، الإنسان الأواب ربنا يحبه، علشان كده ربنا سمى نفسه بالتواب بصيغة المبالغة، لكثرة من يتوب عليهم من عباده ولكثرة فعل العبد الذنب ويرجع إلى الله فيتوب الله عليه. نعم. يذنب فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه. نعم. يذنب. نعم. فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه. والله يحب من العبد هذه الصفة. بالنسبة للحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، إذا قام أحدكم من مجلس، احنا قعدنا مع أصحابنا فقال لك ارجع لربنا بعد ما تقوموا من الصلاة. حديث ايه الحديث ده؟ سهل. من جلس في مجلس. نعم. فكثر فيه لغطه، قعدت مع اصحابك واتكلمته، جبت في سيره فلان، بصيت لحد من زمايلك نظره. نعم. فيها شيء من الريبه. اذا من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل ان يقوم من مجلسه سبحانك. نعم. اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ اسمح لي نكمل بعد الفاصل صفات الأوابين، احنا تقريبا اخذنا ثلاثة صفات. نعم. نعرف بعد الفاصل الصفتين الاخريتين الاخريين. نعم. بعد الفاصل فضيلة الشيخ. فاصل ونعود إليك.